مجيد. هو الحقيقة يعني اي تي واي تي وام تي سيبك مني انا اس تي اتكلم انا لازم اهزر اتكلم على الفيديو بقى. الحقيقة ان احنا النهاردة مجموعين في الكلية عشان الفطار مع بعض، وطبعا مش هيفوتنا ان احنا نوثق التغيرات اللي حصلت في قسمنا بمناسبة استعدادنا للحصول على الجودة والاعتماد اللي ان شاء الله نأمل ان هي هتتم بإذن الله. عندنا لوحة هي معبرة عن معنى الجودة، ماكسيمم كاباسيتي تديك اتموست بيرفورمانس، او انت تقدر تعمل بيها اتموست يعني افضل اداء، وبعدين لو في حاجه فيها اخفاق لازم تحط اكشن بلانز، ده اللي يوصلك في النهايه للكواليتي باذن الله. نشوف اللي على بره من طبعا القسم بتاعنا مفصول ما بينه وما بين قسم الكيمياء، لكن احنا برضو مصرين نحط يافطه علشان ما حدش يتوه عننا. ها وطبعا ده تحسين ظاهري عام، وده بقى كل وطبعا الصوره من ولادنا. الطلبه شاركوا معانا بحاجات كتير، من ضمنها علامه سابوها لنا طلبه سنه رابعه حيوان كيمياء من تصميمهم واشراف الدكتور هاني، حاجه عن الكائنات البحريه. وطبعا قسمنا زي كل الكليه تم تجديده، وما تنساش يا دكتور هاني ان احنا عملنا اليوفط لكل الناس على البيبان، تمام، ودي طبعا ادت جو ظريف. وعندنا كمان تحسين في ظروف الدعايه والاعلان داخل القسم، تعديل لنظام لوح الاعلان في القسم كلها، فاصبحت كلها ملائمه بنفس الالوان اللي مشيت في القسم، بالاضافه الى ان احنا ضفنا شاشه تلفزيون، وان شاء الله على الترم الاولاني هتبقى الشاشه دي مهمه جدا في انها تضيف معلومات كتير للطلبه. واحنا داخلين دلوقتي على الانترناشونال فونا بالنسبه للقارات كلها، ودي اختيار الدكتور هاني. شكرا بالتاكيد، وعجبتني جدا الحمد لله. والحمد لله ان احنا وفقنا فيها وعملنا حاجه كويسه عجبه هاني، عجبه الدكتور هاني وعجبه كل زمايلنا، ان احنا اضفنا نوتة للحمامات تواليتات ان هي تميز الرجالي من السيداتي، لانه الحقيقه دي حاجه مهمه جدا وكانت مزعجه للناس. ده قسمنا حاليا، وادي لوحه برضو بقسم الحيوان. وعلى فكره ما تنسوش ان احنا عملنا شعار للقسم، والشعار الحقيقه بيعبر عن قصه ظريفه جدا من قدماء المصريين. التعبير ده ان كان عندهم طائر اسمه فينيكس، الطائر ده كانوا بيسموه طائر المعرفه، لما يعجز بيتحرق ويطلع من القش بتاعه او الرماد بتاعه طائر جديد يدل على معرفه او على معنى المعرفه الجديده.